دي بيلوت في الجيش الطيران، خصوصا البنات، الاولاد امورهم واضحه. بالنسبه للبنات الاكسبيريونس بتاعتي شنو تنجم تقول لهم بالضبط؟ والله شو نقول، انا كي مشيت عملت لافياسيون وعملت بيلوت هليكوبتر، اني حبيت نعملها واني حبيت نولي بيلوت، وحبيتها بالباهي نتاعها والخايبه نتاعها. نحكي لكش نقول لك بكل جنة فيها بي وفيها خايب، فيها خاصة احنا ننسى ساعات تحط في سيتياسيون ان بو كريتيك، مي انا خاطري نحبها كل نجم نتعداه. تعديت خاصة الفترة الأولى نتاع الفورماسيون نتاعي والفترة الأولى نتاع خدمتي العملياتية، كنت ياسر شيخة بها كخدمة، وتوا كي ولات عندي عائلة كنت حسيت روحي اللي هي ولات مقلقتني شوية. مي كوم ديما أنا مازلت نحبها، وأني كي عملتها خاطرني. ودونا نزيدك زيادة سي معز، أني والقبطانة دراج حتى الارتواع معنا احنا صاحبتنا أخرى، أنا تي تروا بريمير في أوفيسي بيلوت في الجيش الطيران. احنا اول نساء عملنا بيلوتاج جيش الطيران باش يجربوا بينا كتجربه، كانها باهيه باش يدخلوا البنات كيفنا نحنا، وكانها خايبه راه ما دخلوش بعدنا نحنا. كانت تجربه ياسر ناجحه، هكريت مع القبطانه دراج حاته كانت تخدم ك اسمها طيار عملياتي في تونس، وجات لهنا تخدم كمدرب بركه الله عليها، نشكر فيها خاطر صاحبتي. وتوا انا لهنا يعني نخدم كبيلوت اوبيراسيونيل في الترانسيت، عطينا روندمون كبير برشا. علاش جيش الطيران جو بونس انا علاش دخل بعدنا برشا بنات؟ على خاطر كانت تجربتنا ياسر ناجحه. راهو هذايا باش تخدم اي خدمه، انت والمحبه نتاعك، انت شو تحب تعمل؟ اسكو انت تحب تخدمها؟ راك باش تعطي فيها، كيما نتصور انت راك تحب الصحافه، كما تحبيش بيان سور باش تكون